ده اللون الوردي اللي انا اتكلمت عليه هشتغل بيه كوقايه، وده اللون الزهري هشتغل بيه كعلاج اللي هي الامراض التنفسيه، السالمونيلا، الكانكر، اي امراض حويصليه او معويه هشتغل بيها اللون ده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعاده. شكرا لكل الناس اللي بتدعمني في الفتره اللي فاتت، شكرا لكل واحد خد من وقت دقيقه يتفرج عليا. النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه مهمه جدا هشتغل بيها في فصل الصيف. اتكلمنا امبارح على الفيتا سيد واهميته للحمام بتاعنا، وخصوصا بقى ان احنا داخلين على امراض كتيره جدا منتشره في فصل الصيف، واهمها طبعا الروشه، ولكن ده من العلاجات اللي انا بفضلها واستعماله ان شاء الله هيغنيك عن كل الادويه اللي احنا اتكلمنا عليها في الفتره اللي فاتت. ان انا ممكن استخدمه كوقايه وكعلاج، ان انا اعالج بيه اذا كان عندي سالمونيلا، اذا كان عندي اسهالات، تنفسي معوي، كانكر، كل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عليها كعلاج، وازاي ان انا اقي حمامي من الامراض الفيروسيه واهمها الروشه. العلاج النهارده ان شاء الله اللي هنتكلم عليه اللي هو بريمنجينات البوتاسيوم. اهو يا جماعه دي ازازه انا بجيبها من الصيدليه البشريه، طبعا فيها حبيبات بسيطه جدا اللي هي عباره عن حبيبات، لو فتحناها بالطريقه دي كده اهي هنلاقي فيها حبيبات بسيطه جدا زي ما احنا شفنا كده يا جماعه. ادي الحبيبات اللي هي موجوده داخل الازازه، ودي الكميه اللي احنا هنشتغل بيها ان شاء الله، وهنبدا نزودها بالميه معاكم دلوقتي قبل ما نشوف الجرعات اللي احنا هنعملها. بملى الازازه بتاعتي بالطريقه دي كده، وبسيب فيها شويه في الاخر عشان اعرف ان انا ارج الازازه، مش لازم ان انا املاها للاخر، ابدا ارجها. كل الحبوب اللي هي جواها دي كده هتتفاعل معاها لغايه ما تبقى باللون البنفسجي. والجرعه بتاعتنا النهارده هنتكلم عليها مش هتبقى بالجرعه زي ما دايما بنتكلم 4 سنتي على لتر ميه او 5 سنتي، او ان انا ادي الفرد بالفم مباشر، لا الجرعه بتاعتنا حسب اللون. يعني اللون اللي هو اللي انا هشتغل بيه اول حاجه اللي هو اللون الوردي كوقايه زي ما هنشوف كده يا جماعه. كده ده اللون الاولاني اللي انا هشتغل بيه كوقايه. احنا زي ما احنا شايفين كده يا جماعه ده اللون الوردي اول لون، ده كده هيحمي حمامي من الامراض البكتيريه والامراض الفيروسيه اللي هي زي الروشه والامراض البكتيريه، المعوي، التنفسي، كانكر، اي حاجه، اي امراض حويصليه هتحمي حمامي وهتقيها من اي الامراض اللي احنا قلناها دي. العلاج الثاني اللي هو علاج السالمونيلا، عندي بعض الحالات اللي هي فيها اسهالات وبعض الحالات فيها تنفسي، فانا بعالج جماعي هغمق اللون بتاعه من اللون الوردي الى اللون الزهري، يعني هيبقى بالجرعه بالطريقه دي كده. هنلاحظها دلوقتي يا جماعه ان شاء الله مع بعض. ده اللون الثاني يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليه، طبعا هنلاقيه اغمق من ده، ده اللون الوردي وده بقى اللون الزهري اللي هو غامق عنه شويه، حاجه بسيطه جدا، يمكن الفرق واضح بين اللونين زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. اللون الاخير بقى اللي انا هشتغل بيه دلوقتي برده اللي هو تطهير المسائل، لو انا عايز اطهر المسائل بتاعتي والمكالف هغمق اللون بالطريقه دي كده اهو كده يا جماعه. ده كده اللون اللي هو البنفسجي، اللون الغامق، اغمق لون زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. ده اللون الوردي اللي انا اتكلمت عليه هشتغل بيه كوقايه، وده اللون الزهري هشتغل بيه كعلاج اللي هي الامراض التنفسيه، السالمونيلا، الكانكر، اي امراض حويصليه او معويه هشتغل بيها باللون ده. اللون الاخير اللي هو اللون الغامق اللي هو مدي على اللون البنفسجي، ده اللي انا هشتغل بيه كتطهير للمسائي والمكالف، وممكن اطهر بيه السلاكه بتاعتي، وهنشوف دلوقتي مع بعض ان شاء الله. ده كده يا جماعه اللون اللي انا اتكلمت عليه، اللون اللي هو الزهري الغامق اللي انا هطهر بيه المسائي. بمسك المسائي بتاعتي بسفنجه زي دي كده اهو، وبدلها وابدا ان انا اطهر المسا بتاعتي بالطريقه دي كده اهو كده يا جماعه. ممكن ان انا استخدمها هنا في خط الميه واحط اي حاجه هنا كده عشان الحمام بتاعي ما يشربش، واحطها في الجردل اللي فوق، يبقى في نفس الوقت بطهر خط الميه وبطهر معاها المسقه، بعد كده بفتح للحمام بتاعنا. ولكن انا عشان بس انجز في الموضوع شويه انا بطهر المسائل بتاعتي بالطريقه دي كده اهي، ما بخليش طبعا المسقه فيها اي مكروب
نزل الحمام بتاعنا. انا هطهر المسائل كده يا جماعه واخلص وارجع لكم عشان ندي كورس الوقايه مع بعض. وده اللون الوردي اللي انا اتكلمت عليه اللي هشتغل بيه كوقايه. بمسك كده المسائل بتاعتنا او السقايات بتاعتنا وبحط الكوبايه من بره، بكون قافل خط الميه بالطريقه دي كده، وابدا امسح للحمام بتاعي. بحمي حمامي طبعا من اي امراض فيروسيه واي امراض بكتيريه، وخاصه بقى ان احنا بنشتكي من الجدري وبنشتكي من الروشه اللي هي طبعا منتشره اليومين دول. صدقني مش هيجي لك اي مرض من الامراض اللي انا اتكلمت عليها دي كده. بس بمسح للحمام بتاعي باللون اللي هو اللون الوردي، اللون الغامق اللي انا اتكلمت عليه الاخير اللي هو اللون الزهري، اللي هو ده كده اللون الثاني اللي انا اتكلمت عليه اللي هو اغمق شويه، اللون الزهري اللي انا ممكن اعالج بيه الحمام بتاعنا بالسلمونيلا، الاسهالات، التنفسي، كل الامراض دي ان شاء الله كعلاج للحمام بتاعنا. وبكده يا جماعه بكون نهايه الفيديو بتاعي معاكم، واتمنى كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.